وبالعودة لمسلسلات رمضان اللي راح تعرضها شاشة قناة دبي، فتريلر مسلسل عملة نادرة اللي من بطولة نيلي كريم وجمال سليمان قدم صورة عامة عن الدراما اللي بيحملها مضمون هالعمل. أنا حياتي وحياة ولدي في خطر كبير قوي. عركة عركتنا لا شوفه خايف، قسما بالله لا تخب نفسي، عركة حياة أو موت. أنتوا اللي خليتوها ترمي نفسها في النار يا علي. ولهالعمل الصعيدي تم اختيار ابن الصعيد محمد منير علشان يؤدي أغنية التتر، وهذا اللي تم الإعلان عنه من خلال الصورة اللي جمعت المخرج محمد العدل، المنتج جمال العدل، الملحن محمد رحيم والكينج. ومن تابع مع الأعمال المصرية الخاصة برمضان ومع مسلسل ليل أم البنات اللي بتشارك ببطولته سهير رمزي، فبعد ما رافقناها بأول أيام التصوير حبينا نرجع نزورهم بالأيام الأخيرة في الكواليس، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 2. بصي يعني واضح قوي ان احنا محتاجين جدا ان احنا نعمل اعمال اجتماعيه من مجتمعنا احنا، مش من حد تاني، مش اجنبي، مش نجيب ونمصر، لا من عندنا احنا، عندنا حاجات كتير جدا جدا ممكن نعملها تبقى حلوه قوي. لما تشوفوا المسلسل لو حبيتوا طريقه تفكيرنا في طرح القضايا فيبقى احنا نجحنا، لأن احنا بقدر الإمكان العمل فيه رسالة قوية جدا ورسالة تربوية عظيمة، وهالرسالة اللي سبق وكشف لنا عنها المخرج عبد العزيز حشاد في الأيام الأولى للتصوير بتتمحور حول قوة المرأة المصرية اللي بتجسدها سهير رمزي في شخصية ليل، والقادرة على تربية بناتها وتنشئتهم رغم كل الصعاب اللي بتواجهها. الممثل الجيد مش شرط يكون عايش الحالة قبل، هو بيعرف يستحضرها، بيعرف يذاكرها، بيعرف يحضرها كويس. احنا عدنا اشتغلنا طبعا مع مدام وهير ومع البنات لدرجة ان هي بقت حاسة خلاص ان هم اولادها، فكانت دايما تقولي كده ان انا خلاص حسيت بقى وبقيت حاسة ان هم اولادي فعلا. ودور الام القوية بتأديه عبير منير ايضا. محمد مهران ابني، طلع ابني. سهير رمزي احنا تو لاينز بعيد عن بعض، بنلتقي في حاجات بسيطة قوي، بس هي طبعا على المستوى الشخصي انسانة جميلة جدا جدا وكلها خير وطيبة قوي. ولكن دور الام مش الوحيد اللي راح يميز شخصية عبير. بص دوري انا هقوله في النص كلمة، هي فنانة معتزلة وبتعيد حساباتها وترتب اوراقها وتشوف هي عملت ايه صح وعملت ايه غلط في حياتها وبتعدل مسارها. اما هايدي رفعت وراني الخواجة، فمكان العمل هو العامل اللي بيجمعهم. شخصية خديجة، خديجة دي مفروض انها اعلامية وفي القناة، بس بتقابل مع أستاذة سهير في مشهد واحد، مشهد القتل. هتعرف بكل حاجة، مفيش ألم حتى قالت على طول. أنا من بنات أستاذة سهير وأنا شغالة معهم في القناة، والجميلة دي شغالة معهم في القناة. أنا ماسكة السوشيال ميديا بتاعته، وهالقناة بتضمن شخصيات أخرى. المفروض أن أنا مذيعة نسوية يعني متطرفة شوية كده، وباجي عند الحلقة 20 بيحصل لي صدمة ما كده، ببدأ إيه أزبط شوية أن أنا كده بدأت أفكر أن أنا كده كنت بأذي المجتمع. الموضوع مش حرب يعني، هي مش مفروض أن أنا أزبط، يبقى في توازن يعني. مثل التوازن اللي بيوصف علاقاتها في موقع التصوير مع زوجها المخرج، واللي انضم للقائنا معاها علشان يخبرنا عن كواليس العمل مع صوفيا. بيوقع بيننا خد بالك، أكيد فرق السماء من الأرض يعني. في البيت هي مسيطرة، هنا أنا اللي مسيطر. أنا قلت أن أنت قمر في البيت وقمر هنا. أنا بحسب واختيار عبد العزيز لصوفيا علشان تكون جزء من العمل جاء ضمن إطار عملها الأساسي ككاتبة. أنا لما عرضت عليها الدور، لأن الدور كان شبهها جدا، لأن ده قريب جدا من تخصصها وقريب جدا من المواضيع اللي هي بتسيرها، فتقريبا هي كانت أنسب حد يعمل الدور. واللي اتفقوا عليه أكثر من أي شيء في كواليس التصوير وحبهم وتقديرهم لسهير رمزي. حبيبتي أصلا، أنا الست دي بموت فيها يعني، دي بقى بالبلدي كده دي مزيتي، بحبها جدا، ممثلتي المفضلة بصراحة. وهالرأي بتشاركهم فيه فريال يوسف. سهير حالة خاصة، من جيل تاني، كلنا كنا بنتفرج عليها واحنا اطفال، ان انا اكون موجوده معاها في مسلسل وهي منوره بالشكل ده ونجمه فيه، دي حاجه اكيد بالنسبه لي تسعدني جدا. وفي ريال مثل زميلاتها ايضا بطل بدور اعلاميه قويه شرسه،
جامدة جدا يعني في مواقفها، في رأيها، في تحدياتها، في لما بتصر على أي حاجة بتوصل الهدف بتاعها، مش مهم الوسيلة أو الطريقة بس توصل الهدف بتاعها. اللي هي يعني الصراحة أنا يعني حسن الإعلامية دي مش شبهي خالص في الحياة، بس لما بلاقي تولز أدوات جديدة بلعب بيها حاجة بعيدة عن شخصيتي، حاجة دي بتبقى فيها متعة. خلي بالك لكن هالشخصية الواضح أنها حتمر بمرحلة من التغيرات. الإعلامية دي يمكن الناس مش تحبها قوي في الأول، أو مش هتستلطفها، يمكن هتحبها لقوتها، لأنه في ستات كتيرة قوي هتبقى نفسها تبقى زي الست دي، هيبقى عندها القدرة والقوة دي. يمكن مش هتستلطف الـ فالور، يعني القيم اللي جواها، بس في الآخر هتحبها قوي قوي قوي، لأنها هتكون من أهم العناصر اللي هتقف ظهر سهير رمزي في حدث مهم جدا موجود في العمل ده، ما اقدرش احرقه طبعا. وهني عدنا لسهير رمزي علشان نحاول نعرف منها عن هالحدث، الا ان هي كان عندها رد واحد فقط للصحافه الموجوده. سايباه يبقى مفاجاه في رمضان، فعشان كده بقول لكم انتظروني في رمضان في مسلسل ليل ام البنات 23/20. وجمهور سهير طبعا بيكون بانتظارها، والدليل التعليقات اللي ملأت صفحتها فور نشرها لبرومو المسلسل. الليل دي قوية، ولو سكتنا لها هتبلعنا كلنا. فضلت تحارب عمرها كله عشان تبني عيلة قوية. قبل وقعد يا ابني. شوفي يا مرات اخويا، انا اسمي المعلمة ليه؟